السلام عليكم، معكم دكتورة سعاد الفريح، خبير تنمية مستدامة ورئيسة الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السيليك. في الحلقات السابقة تكلمنا عن السيليك، إنه هو مرض مناعي ذاتي ومرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي بسبب تحسس الجسم من بروتين اسمه الجلوتين. الجلوتين هذا موجود في 3 أنواع من الحبوب، اللي هي القمح والشعير والجودر. هذيلا الحبوب ومشتقاتهم طبعا من خبز، من بسكوت، من كيك وغيره، والأشياء اللي داخلة في التصنيع كذلك. الأشياء الداخلة في التصنيع هذه هي يمكن المسبب الرئيسي حق أن مريض السيليك أحيانا ما يتعافى، لأنه ممكن يدخل الجلوتين في المواد المصنعة كمادة حافظة، كمادة منكهة، كمادة مبيضة، كمادة مكثفة، في أنواع الصلصات، في أنواع مثلا كمادة مبيضة في أنواع كثيرة من مثلا الحلاوة الطحينية اللي يسمونها، أو الرهش أو الهردة وخلافه. وممكن تدخل كمادة منكهة في أنواع من الشوكولاتة أو أنواع من الحلويات مالت الأطفال. فعشان كذي الموضوع وايد حساس. طبعا في الحلقات السابقة تكلمنا عن الطفل مريض السيليك والمراهق مريض السيليك وشون نقدر نتعامل معهم. هالحلقة إن شاء الله بنخصصها عن المرأة، والمرأة طبعا هي لب المجتمع، هي المكون الرئيسي للأسرة، هي اللي المفروض يوجه لها يعني كل شكر وكل اهتمام وكل رعاية وكل عناية حق هذه المرأة اللي هي الأم أو الأخت أو الجدة حتى، لأن يعني بصلاحها أو بصحتها هي اللي تشيل قائمة البيت على نفسها، هي اللي تشيل المجتمع على أكتافها. فإذا المرأة ما اهتمت في صحتها هي بنفسها، يمكن ما حد يهتم فيها. فالمفروض من الأساس المرأة هي خلاص تهتم، أنا مريضة سيلياك أو أي مرض ثاني لازم أهتم بنفسي، أهتم بحالتي النفسية، صحتي، أهتم أن أنا ما أكل أشياء فيها جلوتين عشان أنا ما أتضرر. وبالتالي لما المرأة تتضرر الأسرة كلها تتضرر، لأن إذا الأم تعبانة البيت كله تقريبا يتعب. تجيني حالات كثيرة تقول لي أن أنا قاعد أكل أكل جلوتين فري بس مو قاعدة أطيب. فلما أبحث في الأسباب أو ما وراء الأسباب ألاقي أن ما في اهتمام من الزوج بالذات، يعني الزوج ما يهتم بزوجته، وهذا شيء كبير يأثر في حياة الأم هذه أو الزوجة، يخليها تحس أن هي اكتئاب يعني. فبالتالي الرسالة عن طريقكم نوجهها إلى الأزواج، اهتموا في حريمكم، اهتموا فيهم، ترى أهما إذا هم القائمة اللي يقوم عليها المنزل. فبالتالي حتى يعني نوجه حق المرأة نقول لها حتى إذا ما اهتموا فيك أنت اهتمي بنفسك، لأن أنت الأساس وأنت الرئيسية في هذا الموضوع. المرأة مريضة السيلياك ممكن يصاب عندها في عدة أعراض ممكن تهتم فيها أو تخليها دليل على أن هي قاعد تأكل أكل فعلا صحيح وحمية فعلا صحيحة خالية من الجلوتين، اللي هي انقطاع الطمث المبكر. مرضى السيلياك يكون عندهم اللي هي سن، ما نبي نقول سن اليأس، اللي هو يعني لما الوحدة تقطعها الدورة. هني يعني دراسات لقت أن مريضة سيليك تقطعها الدورة مبكرا، سن الطمث عندها انقطاع الطمث مبكر جدا يصير، لأن ما تهتم في نوعية أكلها. عندها يكون الدورة الشهرية تكرمون يكون عندها فيها خربطة ولخبطة، لأن الهرمونات تكون مو متوازنة بسبب أن الأكل يكون مو متوازن، لأن مثل ما قلنا في الحلقات السابقة أن الجلوتين يسبب عدم هضم حق جميع المعادن اللي داشة حق جسم الإنسان، اللي من ضمنها الحديد والكالسيوم والفيتامينات المختلفة بي وغيرها. فبالتالي يأثر على جسمها بشكل مباشر. في أشياء ثانية ممكن المرأة مريضة سيليك تصاب فيها، اللي هي الإجهاض المتكرر.
يصير عندها إجهاض متكرر إذا ما التزمت بالحمية الصحيحة الخالية من الجلوتين، ممكن يسبب لها عقم، وكذلك للرجال ممكن يسبب لهم عقم، يعني مو بس المرأة. فبالتالي أنا أبحث ما وراء الأسباب، مو أقول إن أنا عندي عقم وخلاص وخلصنا، لا، في أسباب تؤدي إلى هذا الشيء. فمتى ما أنا عرفتها، متى ما أنا وقفت على السبب الرئيسي، متى ما أنا قدرت أشخص المشكلة، رح الحل يصير عندي بالنسبة لي وايد أسهل. ونكمل معاكم إن شاء الله بعد الفاصل. إن الجسم البشري يقوم بإنتاج حوالي 25 خلية في الثانية. احنا عندنا رابطة، طبعا هذه الرابطة كانت قصة انشائها يمكن مرت في مراحل كثيرة. اول شيء كانت فريق تطوعي تم انشائها في 2010 شهر 9 2010، وانضمينا كنا في وقتها تحت مظلة مركز العمل التطوعي. بعد ذلك سوينا انجازات متعددة يمكن ذكرناها في الحلقات السابقة، لكن انضمينا بعدين حق جمعية الغذاء والتغذية وصرنا رابطة. نرحب طبعا في اي شخص ممكن ينضم معنا. اعمالنا كثيرة متعددة، اللي هي ان احنا نشارك في اي مكان، معرض توعوي، مؤتمرات طبية، محاضرات توعوية. يمكن في احد الاشياء اللي سويناها كفريق تطوعي ان احنا سوينا مسابقة توعوية عن مرض السيلياك في المرحلة الثانوية، كان اعتقد في سنة 2012، والحمد لله في هذه المرحلة توعى عدد كبير من الناس، ولا زالت علاقتنا فيهم كمدرسين او موجهين او حتى طلبة. يعني في بعض الطلبة منهم يعني شيء حلو انهم راحوا كلية الطب ويتذكروننا لحد الحين. المرأة داعمة للمرأة دائما، يعني فاحنا اكثر اعضائنا او اعضاء الرابطة من النساء. سوينا يعني إيفنتات أو فعاليات للمرأة أكثر من مرة، كان فيها ما شاء الله عليهم النساء، يعني لما يهتمون في موضوع معين، خاصة إذا كانت أم، توجه اهتمامها حق إنها شلون أطبخ حق ولدي أكل يحبه وخالي من الجلوتين وفي نفس الوقت طعمه لذيذ. فللأمانة يعني النساء مبدعات، يعني فكنا نشوف في هالفعاليات اللي احنا سويناها ان كمية الأكل كانت ما شاء الله وايد. الواحد لما يقول انا مريض سيلياك، اول ما يتشخص يتعب ويفكر شنو اكل. كل أكلنا إحنا فيه جلوتين، اللي هو لما نروح العزايم، لما هذا كل الأكل، فطاير، معجنات، حلو، قهوة، كل هذه أشياء فيها جلوتين. لكن ما شاء الله المرأة مبدعة، سووا أكلات يعني بسيطة وحلوة وطعمها لذيذ يعني. وسوينا مسابقات للنساء اللي أبدعوا في هذه الأطباق وفازوا ما شاء الله معنا وايد نساء. فيعني شيء حلو ان المرأة تدعم المرأة، لكن احنا والله ودنا ان يكون معانا اعضاء بعد من الجنس الاخر من الذكور، يعني نتشرف بوجودهم معانا. فنحب نوجه لكم يعني ان الواحد يبادر في عمل الخير. هذا ترى عمل الخير وايد اجر عند الله، والواحد يلاحظ هالشيء اثره في حياته الأمانة، يعني حياته بشكل مباشر وبشكل غير مباشر راح تحسون بأثر العمل التطوعي هذا. فنوجه لكم دعوة عبر هالبرنامج إن شاء الله أنكم تشاركونا في الرابطة، ونسعد بوجودكم. طبعا عندنا مواقعنا على التواصل الاجتماعي اللي هي سيلياك فور أرب، وممكن أي أحد يكلمنا ويخاطبنا عن طريقها، في أرقام تلفونات موجودة. سيلياك فور أرب في تويتر وفي إنستغرام. وحياكم الله، نتشرف فيكم ومشكورين على حسن المتابعة.